السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم طلابي طلاب الصف الثالث. نقوم اليوم بدراسة النمط الإملائي حرف العطف واو وأو. معنا في هذا الدرس هذه الفقرة، علينا أن نقوم بقراءتها قراءة جيدة ونلاحظ الحروف الملونة. أنا شقشق أعيش في الغابة مع عصافير وطيور مختلفة. أفكر كيف سأعيد بناء عشي الصغير وأجعله ثابتا في وجه العواصف والأمطار، وأبعده عن كل الأخطار. سأبني عشي من القش أو الأغصان مع الطين الرطب، ولن يصل إليه ضرر من حيوان أو بشر. ننتبه جيدا على الواو، عصافير وطيور، العواصف والأمطار، من القش أو الأغصان. إذن الحروف الملونة الواو وأو، هذه الحروف أسميها حروف العطف. إذن حرف الواو وأو هذه حروف العطف. من حروف العطف الواو وأو. نستنتج من قراءتنا للفقرة أن حروف العطف الواو وأو. متى نستخدم حرف العطف واو؟ في حالة الجمع، واو تفيد الجمع. إذن حرف الواو في حالة الجمع مثل ما أقول عصافير وطيور. أما حرف العطف أو فيفيد العطف، يفيد العطف، أقول القش أو الأغصان. إذن حرف العطف واو تفيد الجمع، أقول سلمت على أحمد ومحمد. أحسنتم. أو التي تفيد العطف، أقول أقرأ الصحف أو المجلات. إذن الواو تفيد العطف وأو تفيد الواو تفيد الجمع وأو تفيد العطف، وضربنا أمثلة على ذلك. ننظر جيدا على حرفي العطف واو وأو. قلنا أن الواو تفيد الجمع، سلمت على أحمد ومحمد. أو تفيد العطف، أقول أقرأ الصحف أو المجلات. الآن ننظر في النص ثم نكمل الجمل الآتية. ألف، يعيش شقشق في الغابة مع عصافير و نقاط مختلفة وإيه؟ ماذا نضع في هذه النقاط؟ أحسنتم، وطيور مختلفة. يعيش شقشق في الغابة مع عصافير وطيور مختلفة. أحسنتم. ب، أعدد بعضا من الكائنات التي تعيش في الغابة. ما هي الحيوانات التي تعيش في الغابة؟ منها العصافير والطيور. أحسنتم. والقرود. أحسنتم، النمور. إذن استخدمنا حرف العطف واو في حالة الجمع، قلنا العصافير والطيور والقرود والنمور. نستنتج أن حرف العطف الذي جمع بين الكائنات التي عددتها هو، ما هو حرف العطف الذي جمع بين الكائنات؟ الواو أم أو؟ واو. أحسنتم. إذن حرف العطف واو يفيد الجمع، فهو فقلنا أن العصافير والطيور والقرود والنمور استخدمنا حرف العطف الواو.
الآن سوف نقوم باكتشاف الأخطاء الثلاثة التي وقع فيها شقشق في بناء العش. أقول اكتشف الأخطاء الثلاثة التي وقع فيها شقشق في بناء العش. سيبني شقشق عشه من أقول من القش أو الأغصان والطين. أحسنتم، سيبني شقشق عشه من القش أو الأغصان والطين. استخدمنا حرف العطف أو في حالة العطف. إذن حرف العطف الذي وقع بين الاختيارين هو أو. استخدمنا حرف العطف أو للاختيار بين شيئين، القش أو الأغصان والطين. الآن وقت الواجب، سوف نتأمل الصور ثم نعبر عنها بجمل. أمامنا مجموعة من الصور، نتأملها جيدا ثم نعبر عنها بجمل تتضمن حرف العطف الواو و أو. المثال الأول، أمامنا إشارة المرور. هذه الإشارة تحتوي على ثلاثة ألوان، إذن أعبر عنها بجملة تحتوي على أي من حروف العطف الواو أو حرف العطف أو. أقول إشارة المرور بها الألوان أحمر وأصفر وأخضر. هذا مثال قمنا بالإجابة عليه معكم، وعليكم الآن الإجابة عن باقي الصور بجمل تتضمن حروف العطف الواو أو. والآن نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الدرس معكم، وأترككم الآن في رعاية الله وحفظه، وأتمنى لكم أوقاتا مفيدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.